ont déjà démarré. Réchelecom pour les retardataires. 15 minutes d'essai chronométré. Merci. التظاهرة اللي عندنا اليوم هي الجولة الرابعة من بطولة المغرب في صنف الموتوكروس والكروس كونتري. الحمد لله لي بيلوت كاينين من المدن المغربية كاملين. لي كاتيجوري تقريبا عندنا من 50 سي سي حتى لي 450 اللي كتتراوح الاعمار ديالهم من 4 سنوات او 5 سنوات حتى يعني ما كاينش الموتور ما عندوش لاج، عنده العشاق ديالو. عندنا حتى لي فيتيرون، يعني فاش كنقولوا لاج يعني كاينين لي فيتيرون، كاين اللي عنده حتى 50 عام 55 60 سنه وباقي كيمارس هذه الرياضه هذه. بالنسبه للعراقيل اللي عندنا في هذه الرياضه هذه صراحه هو لي موتو دراجات ناريه غاليين بزاف، ولي بيس دو روشونج كانوا غاليين ودابا زادوا غلاو بزاف، وانتم كي كتشوفوا ليسانس وكتشوفوا كل شيء غلا. يعني يعني هادو من العراقيل اللي كان اللي كيمر بهم المتسابق، وكنتمناو يكونوا عندنا الحلبات في المغرب كامل، حيت دابا لحد الان عندنا شي 10 ديال لي سيركوي، منهم شي 4 تاع لي سيركوي اللي هما فيرمي، وكنتمناو يكونوا عندنا لي سيركوي في المغرب كاملين باش هاد الرياضه هادي تزيد لقدام، ونحيدوا لي جون ديالنا، نحيدهم من الشوارع باش تولي السلامه الطرقيه. وكنتمنى هذا الميساج يمشي للناس اللي مسؤولين ويتساعدوا معنا ويعاودونا. كيف كتشاهدوا الان هذه الجوله الرابعه من البطوله الوطنيه ديال الموتوكروس والكروس كونتري اللي فيها الفئات الصغار حتى الكبار، وفيها شي 13 كاتيجوري. الحمد لله كاين متبارين كثار ديال البطوله، وكيف كتشاهدوا بان الفئات الصغار حتى هما كثاروا كيتزادوا دابا الان باش يعطيونا لي بيلوت اللي غيمثلوا المغرب ان شاء الله، ونتمنوا الحظ السعيد لكاع المشاركين. الحمد لله هنا عجبهم الحال بزاف، وبحال هذا الشيء كيخلي والا غا كتكادري الناس باش يمكن لهم يزاوروا واحد الرياضه في واحد الاطار قانوني، وميم طون حتى هما كيفرحوا بولادهم باش يشاركوا في البطوله الوطنيه اللي كتمكنهم باش يمشيو يشاركوا في اقصائيات في دول اخرى اللي كيمثلوا فيها المغرب. الرياضه كجميع الرياضات الامكانيات الاولى بالنسبه للاباء وداك الشيء، سميتو الحلبات ديال السباق مهمين، وهادشي اللي كاين. المشاركه صراحه كانت زوينه، الحمد لله طاحت الشتاء، داكشي السيركوي في الغايه والنهايه، والتنظيم ديال كلوب دادا سبايك احسن تنظيم في المغرب بالنسبه لي. وسي بون اللي ما جوزنا الكرونو كلاسيت مزيان دوزيام، وان شاء الله الكورس غدا عن كلاسي طبعا. حنا داكشي هو الحلاوه ديالنا كيف ما كنقولوا، داكشي هو اللي كنبغيوه، يعني الموتوكروس في الغيس كتبر داك النشاط ديالك وهذاك. لا ماشي في الشانتي في الغيس كل واحد وكيفاش، كاين اللي كطلع له لادغيلانين بحال جيسكي صحاب جيسكيس في الماء، وحنايا لي موتوكروس في الغيس من صغري وانا كنت كنحلم بها، والحمد لله ساعدني الحظ وحققتها. الصعوبات اللي لقيت ملي كنت باقي صغير كانوا لي باغو ديالي ما كيبغيوش، ولكن ملي كبرنا الحمد لله بشويه بشويه بقينا كندخلوا لهم هذه الفكره. نورمالمون اي والدين راه كيخافوا على ولادهم، ونورمالمون هاد الفكره بقات كتدخلهم شويه شويه، عاد ملي كيشوفوا بنهم كيكلاسي وكيدير لي بوديوم يعني في المغرب وشامبيون دو ماروك، يعني كيفتخروا به وبداو كيحبوا زعما هاد الرياضه. باقي الناس ما كيعرفوهاش بزاف، وهي رياضه في اوروبا راه معروفه عالميا هاد الرياضه هادي. في المغرب بدات كتحسن، يعني العام اللي فات حسن من هاد العام، والعام اللي ما جاي ان شاء الله حسن من هاد العام، وحنا ماشي ان شاء الله. هادي عامين وانا تندور، درت عام تاع لي زونترينمون، والعام اللي فات درنا شامبيونات دو ماروك، والحمد لله درت بطل المغرب، جيت انا الاول. وهذا العام احنا في لا دوزيام كورس موتوكروس، سيركوي شويه صعيب مي صافا الحمد لله كاين نيفو، وحنا نشوف هذا العام عاوتاني اش غنديرو، وان شاء الله ان شاء الله خير. الغيس كاين بزاف الغيس تران تزلق، ولكن مولفين موتوكروس هو هذاك. هاد الهواية من صغري وانا تنجر الموتور، من سبع سنين وانا تندور، درت واحد لابوز فاش كنت عندي 14 عام صافي، ديما تنشوف الدراري تخرجوا بالمطار وداك الشيء، رجعت عاوتاني من بعد كورونا رجعت للموتور،
داكشي اللي تيقول تكون في التم ماشي بحال شي هوايه واحده اخرى. الوالده هي معنا ديما، هي اللي تتعاوني، هي اللي تجيني فين ما مشيت، هي اللي تجيني، هي اللي تدفعني في هذا الشيء فاش مع المدرسه، هي اللي تدفعني نمشي نتريني ديما مورايا هي. ولو ريسك راه فين ما مشيتي كان لو ريسك ديما، واخا موتو كروس ولا شي حاجه كان مكتوب وصافي.